طبعا في اختلاف كبير جدا. رمضان السنوات اللي فاتت او رمضان على ايام الطيبين، كانت القلوب على بعضها، كانت الجمعة، السفرة، الفطور، السحور، حتى من الجيران كانوا يتقاسمون يعني افطارهم سحورهم. الان اصبح قلة التواصل هذه، صار على ما يقول واحد يتحفظ نفسه ولبيته، وهذه الشيء اللي فقدناه يعني. حتى ما حسينا بطعم لذة رمضان بجمعة الأهالي أو العائلة أو الجيران أو الأصدقاء أو الأقارب إلى آخره. أستاذ محمد، طبعا الإعلامي دايما بيكون دقيق في كل حاجة في الحياة، يعني بيدقق في كل تفاصيل الحياة. نشوف رمضان عند الإعلاميين بتأكيد فعاليات وإيفنتس يعني متعددة، سواء كان في المملكة أو خارج المملكة وهكذا يعني. فنشوف الفعاليات عندكم في رمضان، وأنتم إعلاميين ما شاء الله يعني مميزين جدا حتى على نطاق السوشيال ميديا. الله يسلمك. طبيعي لابد أن يوجد هناك فعاليات من تعزيز أجواء روحانية رمضان، بجمع الحارات الأولين أو حارات رمضان، بالعادات، بالتقاليد، بالأكلات، بتبادل حتى اللهجات سواء المناطق، بطريقة الملبس وإلى آخره. فالحمد لله يعني كل سنة من رمضان توجد هناك فعاليات من بداية رمضان لحتى آخر رمضان. جميل جميل، ده كلام جميل جدا. وطبعا هي ذكرت يمكن الاهازيج وذكرت المسحرات اللي بيجي بالليل. يعني يمكن زمان، يمكن ما عشت الزمن ده، بس كان في المسحرات اللي بيمر بالاحياء، فعلا بالذات احياء الرياض القديمه يعني. فعلا وده فعلا سمعت الجو ده او قريت عنه؟ فعلا. وكان حتى من كانوا حتى في الحارات كانوا يجدوا بطبولهم ايوه صح، بالسحور. بالسحور يا صايم وحيد الدايم. ايه عرفت يعني، حسك بالروح صح الرمضانية كذا. ما يكون مثلا في جلسة حكواتي او قصص، او بعضهم يدخل في الجمعة فينسى وقت السحور. عشت الجو.